الجال ديالي اغنيه مغربيه، هي مقطع من التراث، كتبت لك بالرياض اللي كيعرفوه جميع المغاربه، خديته وقدمته بطريقه عصريه. خدمت في هذه الاغنيه مع الكاتب يونس ادم، والحان نبيل الحوري، وتوزيع بدر المخلوقي، وصورتها على طريقه الفيديو كليب مع صديق رشيد اند. صراحة أنا كنموت على أسماء منور. أول حاجة نهار اللي خرجت أسماء منور عنده الزين، عجبتني الفكرة أنها أخذت مقطع من التراث وقدمته بدك الشكل الجميل يعني اللي شافوه كلشي الناس، فعجبتني الفكرة وحبيت أنا ناخد يعني مقطع من التراث ونقدمه بطريقة مختلفة شوية. يعني أنا ما درتهاش بحال أسماء منور 100%، ولكن خدت المقطع من التراث، وحتى الكلمات يعني أو الموضوع اللي كان معاه يعني مختلف، جا شوية بطريقة خليجية نوعا ما. علاش هاد اللمسة الخليجية؟ لأنه يعني أي فنان كيبغي أنه يدير شي حاجة جديدة في مختلفة على الكل، وكذلك يعني كيطمح دائما انه يوصل للعالم العربي. يعني انا بديك اللمسه الخليجيه كنحاول انني نبسط الكلمه يعني المغربيه باش نخليها مفهومه وتوصل يعني توصل خارج يعني ارض الوطن، يعني ويفهموها الناس يعني في الخليج وفي مصر ولبنان والوطن العربي. حاليا لا، ولكن كاين عمل لبناني رفقة فنان لبناني غادي يكون ديو، احنا كنشتغلوا عليه حاليا، ان شاء الله غادي تنزل قريبا. عمل مصري كذلك عندي الفكرة، وان شاء الله غنسى لي هاد يعني هاد الاغنية هادي اللي خدامين عليها. ان شاء الله عندي واحد سفرة لمصر باش نشوف يعني ونختار كما كيقولوا على رواء. نختار الأغنية اللي غادي تناسبني واللي غادي تجي مع الصوت ديالي، ويكون خير إن شاء الله. أكيد عن أغاني من تراث جميلة بزاف وكتحمق. أنا سبق لي ودرت كوفر لأغنية نعمة سميح هي كجرحي، يعني صراحة هي الوحيدة اللي درت كوفر، وإن شاء الله مستقبلا علاش لا، نتمنى أنا نقدم يعني أو نعاود بطريقتي أغاني يعني من التراث المغربي. في عيد الشرطة كنت رفقة أستاذ سي محمد الغاوي اللي كان وجه له تحية من عندكم، قدمنا أنا وياه أغنية في عيد الوطني للشرطة، فكان احتفال يعني جد رائع. فكرة جت في الأصل من عند أستاذ سرغاوي، هو اللي اقترح لي أنني نشاركه هذا العمل، فهكا كان. أكيد قامة فنية كبيرة، استفد منه بزاف حوايج، كان صحني على صعيد العملي وصعيد الفني يعني دائما، واكيد ما ننساش انه ساعدني في بزاف ديال الحوايج في المسيره ديالي، فانا كنوجه ليه كل الشكر. صراحه انا كيجيني هادشي برهش، باش نكون معك صريحه، ما نقدرش ندير شي حاجه بحال هكا، ما نعرف الا مستقبلا قدرت تبدل لي الفكره، الله اعلم. تبارك الله عليه، كان عمل زوين بزاف رائع، هو سعد دائما متجدد في الأعمال ديالو. أنا أول مرة كنهضر على سعد في شي لقاء. فتبارك الله عليه، يعني ما كيشبه حتى شي واحد، يعني ستيلو وهو كخامة صوت بوحدها، تبارك الله عليه. يا كجرحي جريت وجريت حتى الشي ما عزيت فيك، وقسيت وعالجت وده
تعبت وعالجت ودويت وترجيت الله الله يشافيك أجرحي واليوم اليوم تهديت البالي بيا أولا بيك أنا 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 جريت وجريت جريت وجريت وعييت وتهديت.